مساء الخير، ازيكم؟ النهاردة هنعمل مع بعض فول الاخضر بالصلصة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. زي ما انت شايفة كده، انا نزلت بمعلقتين كبار من الزيت، نزلت عليهم كمان بفص ثوم كبير مفروم ناعم كويس، وبدأت اقلب فيهم بالشكل ده لحد ما يتحمر معانا الثوم وياخد لون اصفر جميل. هنقلب فيه باستمرار علشان ما يتحرقش معانا. هنا بعد ما اخد معانا الثوم اللون الاصفر الجميل ده، هنبتدي ننزل بعصير الطماطم او صلصة اللي بتوفر عندك، ضيفيه. هنقلب فيهم لحد ما يتسبكوا كده، وهنا هنبتدي ننزل بالتوابل. انا نزلت بكزبرة وشطة وكمون وفلفل اسود ومكعب مرق، وهقلب الصلصة دي كويس وهسيبها تتسبك على النار. هنا هنبتدي نقشر الفول بتاعنا، الفول الاخضر هنبتدي نقشره بالشكل ده زي ما انت شايفة كده. هتقشريه في اقل وقت، مش هياخد وقت. هتفتحيها كده بالسكينة زي ما انت شايفة، وهتبتدي تفتحيها تاخدي منها حبات الفول بطريقة سهلة وبسيطة، وفي اقل وقت هتكوني مخلصة اكبر كمية تقشير من غير تعب ولا اي مجهود. انا هقشر جميع الكميه بتاعتي بالشكل ده زي ما انت شايفه، وهنشوف باقي الخطوات بتاعتنا مع بعض. هتعملي احلى وجبه فول صيامي بطريقه سهله وبسيطه جدا، مش هتكلفك اي حاجه. هنا معانا الكميه اللي احنا محتاجينها، وهنقطع عليهم قرنين فلفل اخضر زي ما انت شايفه. الفلفل الاخضر ده اختياري، براحتك خالص، لو مش حباه ممكن تشيليه، بس هيدي طعم جميل للفول. زي ما انت شايفه نزلت بالكميه على الصلصه بتاعتي بالشكل ده، وهزودها كمان شويه ميه كوبايه، وهقلبهم كده وتظبطي الملح بتاعهم وتسيبيهم يستووا. هنشوفهم على طبق التقديم مع بعض. هنا بعد ما استوى الفول بتاعنا ده شكله جميل جدا وطعمه كان لذيذ، في اقل وقت عملنا احلى فول اخضر صيامي بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، وفي اقل وقت كنت مجهزة كمية حلوة وكمان طعمها جميل وتستحق التجربة بجد. زي ما انت شايفة كده الفول بتاعي مستوي معانا حلو اهو وطعمه لذيذ. ويا رب كده يكون الفيديو نال اعجابكم، وإذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب. ومع السلامة.